السلام عليكم، يعطيكم العافية جميع. واستكمالا للمحاضرة الماضية، اليوم راح نحكي إن شاء الله عن الـ Date Object، كيف إحنا ممكن نعرف الـ Date Object، كيف إحنا ممكن نستخدمه حتى نقرأ الـ Date، الـ Time وغيره من الـ Elements اللي موجودة عندنا. إحنا بنتذكر مع بعض خلال المحاضرة الماضية إنه حكينا عن الـ String Functions وغيرها، عن مجموعة الـ Functions المختلفة، في حتى الماث فانكشنز وغيرها، وكيف أنا ممكن أعرف فانكشن، وحكينا عن الأري وغيرها. اليوم مع بعض راح نكون نشوف كيف مع بعض ممكن إحنا نحرف أو date object. خلنا نعمل صفحة أسميها .html. أوكي، هذه الـ HTML. أوكي، راح نحكي عن dates، كيف ممكن احنا ننشئ date نتعامل معه، او كيف الجافا سكريبت. طبعا اكيد هذه السكريبت اللي موجوده عندنا. تمام، الان انا بدي اعرف متغير من نوع date، مثلا اسميه دي نيو، لا تنسوا كونه object هو date. اوكي، الان من خلال هذا الفانكشن الديت يا جماعه انا بقدر، او من خلال الاوبجكت اللي اسمه ديت بقدر استدعي العديد من الفانكشن. مثلا بقدر اطبع اعرف قد ايه، مثلا اطبع الوقت الحالي، الساعه، التاريخ، باشكال مختلفه، بفورمات مختلفه، بقدر ثانيه، ملي سكند، وعندنا العديد من الفانكشن التابع له. مثلا جيت، مثلا ملي سكند، جيت مينيت، ناو، الى اخره. راح نشوف مع بعضنا البعض قبل ما نطبق، خلينا نستعرض عدد منهم. طبعا هذه هي مجموعه الفانكشن. جيت ديت برجع لك الوقت الحالي، جيت يو تي ديت برجع لك اللوكال ديت باليو تي سي، جيت داي برجع لك اليوم، جيت فول يير برجع لك السنه كامله، جيت اورز الساعه، بجيت ملي سكند الملي سكند، جيت مينيت، جيت مانث، جيت سكند، get time برجع لك الوقت الحالي ما بين الملي سكند. اوكي، وget مثلا time zone برجع لك الوقت الحالي اللي هو المنطقه اللي انت تابع لها. احنا تابعين مثلا ايش يا عمان، مثلا كايرو افريكا، كايرو مثلا امريكا، مثلا يوتا، غير برجع لك المنطقه time zone التابع له اللي هو خط جرينيش اللي احنا بنسميه. set date زي ما برجع لك function ال get، في عندنا function set بتقدر من خلال هذه set انك تحط ال date، ال year، ال full مثلا year، ال hour وغيرها من هذه functions الملي سكند. خلينا set date، set month وغيره من functions المختلفة. خلينا نشوف مع بعض كيف انا ممكن اقرأ هذه طبعا مجموعة function. لنفرض اني طلبت منك انك تطبع ال date الحالي، ولا في اسهل من هذا، document. اوكي، document dot write على سبيل المثال. اوكي، بس شو رايك اليوم بدل ما اكتب document dot write، لنفرض انه داخل البادي موجود عندنا element، هذا element انا بدي اكتب بداخله. افرض انه انا معرب باراجراف، وهذه الباراجراف مثلا بدي اكتب بداخلها نص معين. اوكي، طبعا بغض النظر شو مكتوب في هذه الباراجراف اللي موجوده عندنا، الان انا كيف ممكن اصل لهذه الباراجراف؟ كيف انا ممكن اصل من خلال جافا سكريبت لإليمنت موجود عندنا؟ لازم اكون معطيه اي دي يا نيم زي ما كنا نصل لكل إليمنت. مثلا اعطيته نيم، مثلا سميته باراجراف، سميته بار. الان شلون من خلال الجافا سكريبت انا بدي اصل؟ في عندنا دوكيومنت دوت جيت إليمنت باي اي دي، شايفين كيف يكتب؟ طبعا البي كابيتال كل كلمه باستثناء الجيت. هذا الفانكشن برجع لنا بدور على الاليمنت اللي موجود داخل البادي، يعني داخل ال HTML هنا، وبرجع لنا اياه. شو الاي دي اللي انا بدي ادور عليه؟ مثلا بدي ادور على البار اللي موجوده عندنا. تمام، الان الباراجراف فيه النص الابيض اللي موجود على الصفحه، كيف انا بدي اكتب عليه؟ دوت انر HTML ولده كيف بتنكتب يا جماعه الخير؟ كابيتال لتر. الآن لنفرض أنه قلت له أكتب كلمة فيها مثلاً جافا سكريبت على سبيل المثال بهذا الشكل. لو نفذنا طبعاً، خلينا نكتبها داخل function، راح تشوف أنه راح يغيرنا على الجافا سكريبت الكود اللي موجود فيه بهذا الباراجراف اللي موجودة عندنا. لاحظوا كيف أنا بصل للإليمنت وبغير في محتوى. إذا كان الإليمنت زي مثلا باراجراف، زي سيكشن، زي ديفيجن على سبيل المثال، ديف، أنا ممكن أقرأ وأكتب على هذه الجزئية يا جماعة الخير من خلال inner HTML اللي موجودة عندنا زي ما أنتم شايفين بهذا
الشكل. طبعا راح نشوف مع بعض، راح نعرف function، نحاول نقرأ هذه الإليمنت بنغير فيها. مثلا أنا عرفت function، أوكي مثلا بدي أسمي فو وريبر، سمي اللي بدك إياه. هذا ال function ينفذ لي مثلا تاج معين موجود عندي. اوكي احنا قلنا بنستخدم كلمه فانكشن. باي ذا واي اذا كان الفانكشن بدك اياه يرجع لك شيء معين، مش مره احنا حكينا ممكن يرجع ممكن ما يرجع، اذا بدك اياه يرجع تستخدم كلمه ريتيرن، يعني ريتيرن اكس ريتيرن واي ريتيرن فاري ترجع لك هذا الفانكشن. يعني الان لو قلت له var فو عفوا متغير سميته اف ايكوال فو لانه هذا الفانكشن وطبعت الفو اللي موجوده عندي، راح نشوف مع بعض انه راح يطبع لنا اياه. اوكي document dot write اطبع لي قيمة الاف اللي موجودة عندنا، اكيد بس استدعي هذا الفانكشن وجملة الطباعة راح يطبع لنا اياه زي ما احنا شايفين. تمام، هذا بالنسبة لما يسمى بال خلينا نقول كيف الريتيرن فانكشن. حبيت اذكرها لان جزء المرة الماضية ما حكيت فيها، بس حبيت ان اذكر ان الفانكشن مستخدم كلمة ريتيرن عشان نرجع زي سي بلس بلس والسي شارب، يعني ما في اي اختلاف ممكن يرجع لك فانكشن. لنفرض انه انا عرفت فانكشن ثاني مثلا سميته فانكشن، سميته فو تو بهذا الموضوع، جيت حكيت له هون بدي اصل لإليمنت موجود عندنا، خلينا بدي اعمل إليمنت اعمق من هيك. بتتذكروا الفورم صح؟ بتذكر داخل الفورم انا ممكن اطلب منك انك مثلا مثلا ريزلت او شيء انبوت وقلت له هون من نوع تكست. اوكي تتذكروا كيف كنا نعمل، وله نيم وله بقدر اعطيه كمان اي دي على سبيل المثال، قلت له هذا تكست نيم، هيك اعطيته الاي دي تبعه، او ممكن اعطيه نيم باي ذا واي، يعني هنا تكست بدي اسميه ريزلت. تمام جيت تمام تتذكروا هذا تكست بوكس وبقدر اكتب فيه. طيب بقدر اكتب فيه من خلال الجافا سكريبت؟ بقدر. طيب كيف بدي اصل له انا؟ document dot get element by id لدو، مش بس باي دي باي نيم، بس بحط الاسم النيم اللي انا حطيته هنا. مثلا جيت قلت له نيم هنا تكست نيم هيك مثلا، انا بدي اصله من خلال الاي دي. شو الاي دي يا جماعه؟ هيو تاخذوا مثل ما هو كوبي بيست، او خلينا نقول بتكتبوا كابيتال كابيتال سمول سمول الى اخره دوت. طيب مش قلنا انه النص اللي بيظهر بداخله هو الفاليو، هي الاتريبيوت الفاليو. جيت قلت له فاليو علي على سبيل المثال، اوكي استدعي لي هذا الفانكشن اللي اسمه foo2، خليه يستدعي لي اياه. تمام ريفرش اوكي، خلينا شو رايكم نحط فانكشن ينفذ لنا الاليمنت اللي موجود عندنا حتى يستدعي هذا الفانكشن ونربطه مع الفانكشنز اللي موجود، راح نعملها. اوكي foo الان هذا عباره عن فانكشن سميته، قلت له استدعي لي هذا الفانكشن. طبعا استدعي لي هذا الفانكشن يفضل انه يستدعي هذا الفانكشن بس اعمل كليك على بوتن معين على اكشن معين ينفذ لنا اياه بكون احسن. مثلا لنفرض هنا انبوت من نوع سبميت، اوكي تمام تتذكروا هذا السبميت بوتونز اللي انا ممكن اعمله على سبيل المثال، وانا بدي اخليه ينفذ اكشن معين. تتذكروا مثلا ممكن خلينا نقول راح نشوف كيف مع بعض يخلي هذا الفانكشن البوتون يستدعي هذا الفانكشن الموجود هنا وينفذه في حاله اني عملت كليك عليه. كيف بدي اخليه؟ في عندنا اون كليك، في عندنا مجموعه من الاكشن يا جماعه، منها اون كليك اون سبميت on mouse over، يعني هاي حسب طبيعه الاكشنز اللي انت بدك تكون فيها. فقلت له والله استدعي لي الفانكشنز فو عفوا اسمه فو 2 اوكي بهذا الشكل. طبعا هذا بده يكون الكود من جافا سكريبت، ممكن تحكي له جافا سكريبت اوكي جافا سكريبت ف سكريبت بهذا الشكل. طبعا هو الكود راح يكون كود جافا سكريبت. طبعا انت ممكن تعمل بهذا الشكل، لاحظوا طبعا ان كلمه علي اللي موجوده لانه كل مره كان يستدعي فيها الفانكشن، نعمل ريسيت ونعمل ريسبميت وراح نشوف الان مع بعض كيف احنا. طبعا تقدر تكتب جافا سكريبت وتقدر ما في داعي انك تكتب جافا سكريبت على سبيل المثال. اوكي
راح نشوف مجموعة من الفانكشن ونشوف كيف ممكن نستدعيها. أنا مجرد ما عرفت مثلاً بوتون أو غيره من الأكشنز المختلفة. قبل ما أنتقل لهذا الموضوع لنفرض، خليني أكمل بموضوع الديت. أنا نرجع لموضوع الديت. أنا عرفت أوبجكت من نوع ديت بهذا الشكل ديت. أوكي دي. الآن أنا طلبت منه إنه يطبع لي على سبيل المثال هذا الفانكشنز اللي موجود عندنا. يطبع لنا مثلا وين ما اجى داخل ال HTML داخل البادي داخل الاليمنت اللي انا بدي اياه، يطبع لنا فانكشن معين اليمنت معين وريفر. اوكي document.write. اوكي خليه يطبع لنا مثلا دي دوت على سبيل المثال get time. خلينا نشوف هذا الفانكشن شو بده يطبع. ريفرش. Okay. بس متى راح يستدعي هذا الفانكشن؟ بس اعمل كليك فرجوا شو طبعا جاب لنا الوقت الحالي بالملي سكند، يعني الان 7.6 دقائق وكذا ثمل ثانيه راح حولهن مباشره. اوكي okay. لا ايش لا سكند لملي سكند. جيت ديت هذه فانكشنز لاحظوا بريس على البتن 18. شو اليوم التاريخ اليوم يا جماعه الخير؟ 18/8/2020. طيب get full، لاحظوا كيف بكتب دائما اول كلمة اسمه letter الثاني ببلش بحرف capital. full year اعطيني السنة كاملة. اعمل كليك على البوتون 2020 عشان احنا بسنة 2020. طيب احكي له get year حالها مش full year. لاحظوا شو بده يعطينا؟ اعطانا خلينا نقول احنا السنه 120 بحسبها بال خلينا نحكي ب ب اخذ السنه كامله بعدد الايام المقضيه منها بتفاصيل. ما بعطيك يعني الا جيت فول يير هو اللي برجع لك السنه كامله. اما جيت يير اوكي مش موجوده بيناتهم لانه عم برجع خلينا نحكي المينيت والسكند والمونث. اوكي بس ما برجع لك الير الا فول يير مشان يرجع لك الير كامله بصراحه. طيب لو قلت له مثلا جيت مش يير جيت مينت. اوكي طبعا لاحظوا مينتس هي جيت مينتس اللي موجوده عندك. اوكي برجع لك كم مينتس عندنا؟ 8 دقائق وسكند وملي سكند وكله نفس الفانكشن. زي ما في عندنا جيت ممكن يكون عندنا جيت على سبيل المثال دي دوت ست مثلا فول يير. طبعا الست بدها ايش؟ بدها قيمه. الست انت لازم تمرر لها قيمه، يعني انك تحط القيمه تسند له قيمه. مثلا قلت له احنا بسنه 2019 على سبيل المثال. اوكي ريفرش اطبع. بس انا خليني بديش منت اطبع لي الفول يير. ريفرش الموجوده 2019. طيب ليش طبعا فول؟ لانه انا اوريدي اسندت له قيمه 2019 فراح طبعا ال 2019 الموجوده. مثلا قلت له دي دوت ست ديت. شو رايكم؟ اوكي خليني انا اعطيه الديت. طبعا لاحظوا هذه الباراميترز اللي موجوده هي هي تبعثها بالترتيب اللي موجود عندك. مثلا هون ست ديت بدي امرر له التاريخ، لازم امرر له مثلا ست ديت لازم احط الدي واحط المنث واحط مثلا حتى الير اللي موجوده عندنا مشان يرجع لك اياها. تمام فشو القيمه اللي انت بدك اياها؟ فل مثلا ست فل يير تقدر تحط الير والمنث والدي بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. ست ملي سكند تحط له القيمه ملي سكند حسب انت بتشوف التاريخ الشيء اللي انت بدك اياه. هذا طبعا مثال شامل بحكي عن هذا الموضوع. لاحظوا get date get day get month get full year برجع لك كل واحدة فيهن وبطبع لك set date حط لك date 31 set month 11 set full year 2011. لو طلبت مني تطلع التاريخ راح تشوف مع بعض كيف راح أغيرها. نفرض انه قلت لك كونا set date هاي 11 دي set month اوكي 9 d.setDay أو year عفوا أو full year set full year 2021. اوكي خليه يطبع لنا هون
طبعا هاي طبعا اياها بس خليني هنا بلس بي ار. اوكي لاحظوا 11. طب منين جاب 11 هي من الديت اللي انا حطيت لي اياها؟ جيت فول يير راح يطبع لنا ايش؟ فانكشن راح يطبع لنا ال 21 اكيد، لانه انا اسندت له هنا 2019 بس رجعت اسندت له 2021 راح يطبع لنا ال 2021. هذا بالديت تايم الى اخره. مثلا بدك تطبع الديت والتايم والسنه، خلينا نقول خلينا نطبع لكم الوقت، خلينا نطبع الوقت شو رايكم بثواني بملي سكند. دوكيومنت لا خليها مش داعي، وانا دي دوت جيت مثلا شو عندنا الاورز. اوكي دي دوت جيت مينتس. plus d.getSeconds. على فكرة بتقدر تدفع، لاحظوا seconds. اوكي تقدر انت تطبع الفول يير كاملة طبعا اذا ما تمام. لاحظوا الساعة 19:12:12 يعني 7:12 دقيقة و12 ثانية. ها اعمل ريفرش، اعمل ريفرش 21 ثانية صارت. اوكي هاي ريفرش 24 وهكذا. في عندنا مجموعة انت بتقدر تتحكم فيها. بس برجع بأكد لاحظوا هذا البوتن، وخليت هذا البوتن يستدعي من خلال فانكشن كان اسمها اون كليك، هذا ايفنت نسميه، واستدعينا الفانكشن اللي اسمها بوتو بس اعمل كليك عليه، هاي اون كليك او اون سبميت او اون ماوس اوفر، ماوس موفر يعني الماوس تمر فوقيه. راح نشوف مجموعة ايفنت ان شاء الله مع بعض البعض على هذا الموضوع. اوكي طبعا شايفين get element by id، انت لو رحت على البادي راح تلاقي get element by id، راح تلاقي body شيء ست methods. dot inner html يساوي شو الشيء اللي بده يطبع لك اياه داخل هذا يعني مثلا ست methods. لو رحت انا على البادي اللي موجود عندي اوكي راح تلاقي مثلا section معرف لنا tag اسمه section ومعطيه id اسمه get method، وهذا section طبعا section زي الباراجراف تقريبا يعني بحط فيه او الديفيجن الديف بحط فيه مجموعة إليمنت موجودة. كيف وصل له؟ عن طريق الاي دي اللي موجود عندنا. يعني مثلا ولا شيء بدل هون مثلا هذا هون جيت قلت له طبعا في تاج اسمه سكشن اعطيته هذا اي دي نسميه سك، سميته بهذا الشكل. طيب لاحظوا قلت له هون اطبع لي داخل الفانكشن نفسه بدي اجيب السكشن، شو بدي احكي له؟ دوكيومنت dot get element by id تمام. شو ال id له؟ sec dot الان inner لدو كيف تنكتب html يساوي شو القيمة؟ والله بتقدر على فكرة تحطها مثلا داخل paragraph داخل هذا السكشنز الموجود. بدي تحط لي مثلا خلي يكتب لي اي شيء حاليا على سبيل المثال refresh نشوف هذه الصفحة اللي موجودة عندنا إرسال. أوكي خليه يطبع لنا بهذا السكشن سوري هاي إيش داعي بس أنا مشان أمثل هذا السكشنز اللي موجود عندنا. أوكي هذا هو إرسال، طبعا هو بس قلب على البوتن وعملت كليك على البوتن راح طبع لنا على الكليك. لنفرض أنا بدي أستدعي هذا الفانكشن، خليه يستدعي لنا الفانكشن هون عشان ما يعمل بوست باك يعني زي ما قلنا مش احنا بس عملنا نكليك. اوكي راح يبعث لنا اياها. طبعا هنا طيب ليش ظهر الوقت؟ لانه بدون ما اعمل كليك لانه مباشره ظهر هون. اوكي الان document.getElementById.section.innerHTML روح اكتب لنا على ال HTML اللي موجوده عندنا اللي هو السكشنز اللي موجود عندنا هاي، روح اكتب لنا عليها انس المفروض انه يطلع لنا اياها. طبعا كيف بتحرك معنا الوقت بهذا الشكل. اوكي هذا هو مثلا اي ست ميثود والاي دي تبعه. اوكي والاي دي تبعه طبعا هون الفانكشن اذا بتنتبهوا
بعد ما كتب هذا الفانكشن اللي اسمه start واسترجع فيه الإليمنت وكتب فيه السترينجز اللي هو بده إياها على سبيل المثال زي ما إحنا شايفين ما في أي مشكلة بعملية الطباعة. طبعاً بتقدر تعمل بلس الكونكاتينيشنز اللي موجودة عندنا وطبعاً بعد هيك يستدعيها من خلال بوتن معين مجرد ما أنت عملت كليك عليه. New date لاحظوا هنا عرف new date بس داخل الكونستركتورز بعت له السنة بعت له الشهر بعت له اليوم بعت له حتى الساعة اللي موجودة عندك والسكند والميلي سكند الساعة والمينيتس والميلي سكند والسكند والميلي سكند حتى تقدر تبعث الديت بالكونستركتورز بهذا الشكل أو ست كل واحدة على حدة بهذا الشكل الموجود عندنا تمام. فأنت ممكن تبعث زي ما احنا شايفين بهذا الأمر تمام. هاي document.getElementById section.innerHTML equal هذا في عندنا أي نوع من أنواع الإيرور. في عندنا error cannot set property innerHTML of null. أوكي أنا مش حاطها null أصلا يعني document.getElementById equal أنا ما سنت له. أوكي حتى أقول إنه في عندنا مشكلة في عندنا مشكلة هنا بهاي بحكي لي إنه ما بتقدر تسند له القيمة حتى تكون نل. لا ما أسندت له قيمة حتى تكون نل. أوكي هذه هي ماشي وطلبت منه إنه يطبع لنا مثلا داخل باراجراف معينة يعني حتى ممكن أوكي هذه الباراجراف هاي البلس مشان يطبع لنا قيمة ونسكر الكوتيشن هاي كوتيشن وهاي بلس مثلا خليه يطبع لنا دي دوت ديت جيت ديت سوري جيت سكند وريفر ذكية ما في اي مشكلة فيه تمام. خلينا نشوف الكونسول ان كاتش ايرور كانت ست بروبريتي ما بقدر احط خاصية على طبعا علي 22 في الانر اتش تي ام ال وين علي 22 اوكي اتوقع هو بحكي عن قيمه اوريدي احنا اسندناها تمام ديت ذا تكست نيم علي وين تكست نيم هو مختار تكست نيم اي دي ريزلت وانا مستخدم انه يعمل كليك على الفو فانكشن اف2 طب اوكي خلصنا من هاي الفورم ها هي ما تمام معترض على خاصية معينة في الدوكيومنت احنا حاطين سيمي كولون inner html of null at photo date موجودة هون هاي photo هاي date دي 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 مزبوط ما في سيمي كولون سيمي كولون يطبع لنا القيمة اللي موجودة فيه وget element by id روح يطبع لنا dot inner html مزبوط اوكي هاي سميناها section هاي الـ ID تبعها ما فيش أي مشكلة فيها تمام وهاي inner HTML أوكي ما إلها دخل إنه ينفذلنا إياه داخل الفانكشن أو خارج الفانكشن سنتأكد منها نفس الشيء فهو date داخل date علي text name وين text name هاي text name id انا مش مسترجعها اصلا يعني قلت element that text name الى اخره زي ما احنا شايفين اوكي شباب اتوقع انه المشكله في انه هذا حتى يقدر انر html ويتجاوز لنا الايرور اللي موجود عندنا هون اوكي هذا بحتاج الى خلينا نحكي انه شو اسمه نعمل أبلودينج إلو مجرد ما عمل أبلود للصفحة كيف أنا ممكن أعمل هذا الإشي هذا بصراحة بحتاج إلى ويندو دوت أون لود يعني مجرد أنت ما حملت الصفحة أون لود مجرد ما حملت الصفحة روح نفذلنا الفانكشن التالي شو هو الفانكشن اللي انت حاب انك تنفذه مثلا حاب انفذ هذا الفانكشن حتى على فكره كل هذا الفانكشن بتقدر تحطه داخل ان فانكشن لود طبعا شو الميزه بذلك الميزه بذلك انه انا مجرد اول على مجرد انك ما حملت الصفحه روح نفذ لنا هذا الكود اللي موجود عندنا اوكي
فمثلا اجيت حكيت له window.unload على الفانكشن زي ما احنا شايفين. اوكي فمجرد مباشرة باخذ هذا الفانكشن get element by the second inner html. هذه السبب انه اخذ inner html وكان يعطينا عليها error uncatch لانه لازم يحملها اثناء فترة الايرور. اوكي عفتنا تحميل البيج, فلذلك اضطرينا window.unload function, وهذا الفانكشن راح يحمل لنا ينفذ هذا الفانكشن مجرد ما انا حملت هذه الصفحه. طبعا في preload في post load, ولكن احنا بدنا اياه مجرد ما حمل الصفحه يروح يجاوب معنا. فلاحظوا راح طبعا اياها. طبعا في عندنا هاي اللي موجوده هنا, قلت له بلس ايكوال, مشان خلينا نشيل الهاي يعني ريبليس. اوكي 40, اذا بدك انت تضيف خلينا نقول النص الهاي اللي موجود عندنا يعني تربطه مع النص اللي موجود هنا, فحملت له بلس ايكوال وهاي معناها كونكاتينيشن. طيب لاحظوا هاي 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 50 طبعا نزل لتحت لانه انا مستخدم هنا خلينا نحكي دوت, مستخدم الباراجراف, ما بديش الباراجراف مشان نحط الاثنتين بجنب بعض, بس ممكن احط بيناتهم سبيس على سبيل المثال. هاي 5 طبعا سكند لانه قلت له جيت سكند. لاحظوا كيف بتغير مع كل عمليه ريفرش انا بدي اجيبها. ممكن تجيب اي اليمنت وتطبعه داخل هذا السكشن بنفس الطريقه بنفس الاليه, زي ما ممكن تطبعه داخل التكست فورم اللي موجود عندنا. واتمنى من الجميع حاول يطبق هذا المثال او يطبق هذا المثال اللي موجود مشان يشوف كيف الاليه ممكن يشتغل فيها هذا خلينا نحكي الجافا سكند. هذا بس بدي أعمل الآن مثال بسيط على كيف إنه ممكن نقرأ من فورم. لنفرض الآن أنا شفت ممكن عندنا يوزر نيم وباسورد وكل هذه الأمور وأنا بدي أقرأ من هذا الفورم. طبعاً شو رأيكم نعمل آلة حاسب ندخل فيها رقمين ونختار أوبريشن جمع طرح ضرب ونعمل هذه البوتنز اللي موجودة, بس أعمل كليك عليها مباشرة ينفذ لي العملية اللي مطلوبة. شو رأيكم كمشروع نهائي لهذه المادة؟ مشروع بسيط هيك خلينا نحكي. أنا عملت خلينا نحكي صفحة جديدة سميتها calculate زي ما احنا شايفين. الآن هذا كود ال HTML جافا سكريبت. بدي أحكي لكم شغلة هنا بالنسبة الآن للجافا سكريبت. أنا ممكن أعمل زي ما كنا نعمل ملف cascading style sheet منفصل وبعدين أربطه باللينك من خلال صفحة. بقدر أعمل هنا ملف Ctrl S بس أسميه جافا سكريبت. مثلا بدي أسميه file, سميه اللي بدك إياه. مثلا بدي أسميه code of calculation calc ماشي dot js. لاحظوا شو اسمه js جافا سكريبت. الان انا بقدر اكتب كود الجافا سكريبت على فكره بشكل منفصل عن صفحه ال HTML وبعدين اربطه مع صفحه ال HTML اللي موجوده عندنا. اتفرجوا مثلا الان انا هذه الفولدر اللي موجوده عندنا لدي انشاء لي ملف ولدي كيف الايكون تبعته كيف شكلها. هذا معناته هذا ملف جافا سكريبت, هذا ملف HTML. بدي اعمل ملف الجافا سكريبت مفصول عن الصفحة وبعدين أربطه مع الصفحة. شو رأيكم؟ أو العكس إذا حابين نعمله منفصل وبعدين نربطه مع الصفحة برضو ما عنديش مشكلة. فأنا هون بقدر أكتب كود جافا سكريبت عادي بدون كلمة سكريبت وستايل مباشرة. بقدر أقول له مثلا أنا بدي أعرف function sorry fun مباشرة function بدي أسميه مثلا addition عملية حسابية وأبعث له الرقم X وأبعث له الرقم Y وهاي العملية الحسابية مثلا روح يجمع لي return يرجع لي ناتج جمع X مع Y. شو رأيكم؟ وبنفس الوقت ممكن أعمل للطرح شو ها مباشرة بقدر أكتب العملية الحسابية. ممكن أعمل للسب كونتراكت وأطرحهن رجع لي ناتج طرحهن على سبيل المثال. هنا ضرب multiplication اوكي ضرب multiplication وممكن هنا نقسمهن على بعضهن البعض مثلا division اوكي division زي ما احنا شايفين. وبقدر اربط هذا الكود مع مين؟ مع صفحة ال HTML اللي موجودة عندنا. by the way هذا كله كان موجود في لو انتبهتوا للأمثلة اللي موجودة في السلايدات واللي حاول اطبقها راح تنتبه انه اصلا هم مستخدمين هذا الامر. اوكي فلاحظوا مثلا في خلينا نروح للسلايدز الاخير اللي كنا نطبق فيه هون, بس عرف لك كود ال HTML لده secret source src حط معها.
تمام، وحط لك الجافا سكريبت date html date time.js جافا سكريبت، هاي صفحة خارجية مكتوب فيها كود الجافا سكريبت، يعني هاي صفحة html وهاي صفحة ثانية تمام، شو اسمها date time.js، هذه اسم الصفحة وكتب فيها واستدعاها بكود html زي ما احنا عملنا. فالآن كيف بدي استدعيها؟ مش انا بدي اكتب انا الآن secret تمام اوكي insert time، ممكن تخلي التايب عادي فيش اهم شيء src، اذا بتتذكروا بيشبه مين الكاسكيدنج ستايل شيت، بس كنا نكتبه برا ونستدعي داخل الصفحه باستخدام تاج اسمه لينك نعطيه الاترف، تتذكروا كان يجمع سورس تو كون الثنتين الصفحه وصفحه الجافا سكريبت شايفات بعض مباشره، بكتفي باسم الصفحه كود اوف انا هيك سميته كالك صح دوت جي اس، بفهم انه هاي صفحه الجافا سكريبت الموجوده عندي واللي ربطتها هيك. الان هاي الصفحه صارت مربوطه هون وبقدر استدعي هذول الفانكشن هون. لنفرض الان داخل كود ال HTML انا كان عندي فورم، طبعا انتم عارفين الفورم بيجي معاه اكشن اللي مكان اللي حاب ينقلنا له، اذا في مكان معين حاب ينقل لك له، طبعا احنا ما فيش عندنا حاليا شيء ينقلنا له، خلينا نقول في الميثود، خلينا بنفس الصفحه بس بهمني اعرف الميثود مثلا جيت او بوست اذا بتتذكروا هذا الكلام. خلينا داخل هذا سوري الفورم بدي اعرف اربعه خلينا نقول انبوت، خلي يدخل فيها الرقم الاول مثلا نمبر 1 اوكي، وهذا لا تنسى انك تعطيه اي دي او تعطيه اسم، مثلا بدي اسميه تكست نم 1 نمبر 1 تمام اوكي. هذه خلينا ننزل سطر جديد اوكي، خليني اعرف نمبر ثاني تمام هاي نمبر 2 دخل لنا اياه تكست بدي اسميه سميته تكست داتا بي، هذا اعطيته الاي دي، حاب انك تعطيه اسم طبعا هذا من نوع تكست وهذا اكيد من نوع تكست، وممكن ندخله من نوع نمبر عادي ما فيش مشكله بالموضوع شايفينه. الان انا هون طلبت خلينا نعرف اربعه بوتون، شو رايكم هون انبوت تايب submit او button name طبعا لا تنسى اذا بدك تكتب عليه value وحط اشاره البلس اللي موجوده عندنا، هذا اشاره الجمع، ونفس الشيء طبعا خليني اعمل الطرح اوكي، هذا طرح هذا ضرب وهذا قسم يا شباب بهذا الشكل. الان انا كل بدي اعمل كمان ان شو اسمه واحد ثالث الريزلت، شو رايكم اوكي الريزلت، وهذا انبوت منه برضه تكست وهذا الاي دي له تمام، بهذا الاي دي قلت له شو هنا هذا الريزلت سميه تكست ريزلت، شو رايكم زي ما احنا شايفين بهذا الشكل. الان خلينا نجمعهم زي ما احنا شايفين يس، آلة حاسبة بسيطة خفيفة فيها بس هون، والآن بدي أطلع النتيجة. على فكرة هذا بس بيطلع نتيجة بتقدر تعطيه attribute، تتذكر شو الاتريبيوت زي read only وزي مثلا disabled وكذا، تقدر تعطيه هذه الاتريبيوت تتذكروا يعني إذا حبيت إنك تعطيه read only فقط، وفرقنا ما بين read only وما بين disabled بس شرحنا عن الفورم اللي موجود عندنا اوكي. الان ها ما بقدر اكتب فيه نهائيا بس انا بدي يظهر النتيجه وريفر، مش مهمه هذه الخصائص، بهمنا احنا اهم شيء شلون انا اصل له واتحكم فيه واعطيته لا تنسوا اي دي، وممكن اعطيه اسم باي ذا واي، يعني كل واحد ممكن اعطيها اسم، مثلا هذا بدي اسميه ات او لا تنسى لسه بدنا نعطيه كل واحد فيه انه هذا لا عفوا اوكي ممكن اسميه اد هذا هون نمبر 1 نمبر 2 اعطي كل واحد اسم، بس خلينا نجرب اول شيء باي اي دي وبعدين نرجع للباي نيم ونشوف كيف مع بعض ممكن نطبق. الان انا دخلت رقم هون 2 دخلت 3 المفروض بس اعمل بلس بدي يظهر النتيجه هون، شو لازم اعمل حتى نعملها اوكي. الان بعد ما جهزنا اوكي هذا بدنا نربط هذه البنت نخليها تستدعي هذه الفانكشنز اللي بقوم بالعمليات الحسابيه ويظهر الناتج اللي موجود عندنا صح ولا لا؟ اوكي كيف انا ممكن اعمل هذه الامور؟ احنا اتفقنا انه متى بدي استدعي هذا الفانكشن بس اجي اعمل كليك على ايفنت اسمه اون كليك، سوري مش اون كانسل، اون كانسل بلغي يعني بس اون كليك، اون في عندنا عدد كبير جدا من الايفنت اللي موجود،
بيستخدم كلياته بنفس المبدا، الماوس اوفر ولا اون كليك ولا اون سبميت ولا اون كانسل ولا كذا، بس كل واحد بيأدي حسب الوظيفه تبعته. ماشي، بنستخدم ايفنت اسمه اون كليك. تمام، في عندنا اون كليك وهذه اون كليك على سبيل المثال اون كليك. تمام، الان انا بس اجي اعمل كليك على البلس، المفروض يستدعي لي اي فانكشن اسمها اد. طبعا هذول شايفات بعض، يعني بيقدر يستدعيني الاد اللي موجوده عندنا ويطبع لي اياها. الان هون انا بقول له انه والله بس تيجي تستدعي لي اياها كسيكريبت، كجافا سيكريبت اللي موجوده عندنا، روح استدعي لي الفانكشن اللي اسمه اد، صح ولا لا؟ هذا هناك. وهون بس اجي اعمل اون كليك وروح استدعي لي. طب هذا بس استدعيه، طيب وين بدي اطبع النتيجه؟ مش برجع لي اياه، بس انا بدي اياه انه كمان يروح يطبع لي النتيجه اللي موجوده، صح ولا لا؟ اوكي، طيب انا كيف بدي يعرف انه انا عملت كليك على بلس ماينس الى اخره؟ طبعا هو استدعى اسم الفانكشنز اللي موجوده عندنا. الان خلينا نشوف مع بعض كيف بس اعمل كليك على ات، مش بس يطبع لي النتيجه هنا. طيب هذول شايفات بعض، طب كيف يطبع لي النتيجه؟ معناته انا بقدر اقول له هنا هون document.get element by id. شو الاي دي اللي انا اعطيته مثلا؟ هذا تكست انا كنت مسميه add، تكست add اسمه تكست result. تمام، تكست result. تمام، dot value هاي القيمه اللي بدها تظهر هون equal قيمة الجمع هذولا. طيب الاكس والواي منين بده يجي يا جماعة؟ مش الاكس والواي هي عبارة عن القيمتين هذولا اللي بده يقرأها من هون ومن هون؟ طيب انا كيف بدي اقرأ القيمة؟ لنفرض انه انا ما عندي باراميترز، انا هذولا بدي اقرأهن منين؟ من هون. اي equal get element by id وهون text number 1.value هاي القيمة اللي انت دخلتها، هين قرأت لك اياها. تمام، نفس الشيء لمين؟ برضه نفس الشيء خزنتها في واي. طبعا تقدر تعرف بين قبلها var اذا انت حاب، واحنا اتفقنا انه ممكن اكتب var ولا، هذه flexible language. لكن هنا تقرا لي من التكست بوكس الثاني اللي انا سميته تكست بوكس نيم. تمام، الان خليه يجمع لنا اياهن، بس من اتفقنا سوري هاي الاكس مال تبعي. تمام، خليه يجمع لنا اياهن اللي هي sum equal او var sum equal x plus على سبيل المثال y، بس لا تنسى هذول string، صح؟ شو قلنا مشان نحولهن؟ bars bars int، صح؟ لا تنسى هذا ال function bars int زي ما احنا شايفين. خليه يجمعنهم مع بعض ويطبع لي النتيجة هون. تمام؟ وهذا الفانكشن متى بيستدعيه؟ بيستدعيه بس اجي اعمل كليك على الاد اللي موجوده عندنا بهون. خلينا نشوف اذا ما عندناش ايرور، اذا في عندنا ايرور خلينا نتعامل معه، ما في عندنا اي ايرور موجود. المفروض الان دخلت رقم 5، دخلنا رقم 6، البلس انه يطبع لنا النتيجه. اوكي، ليش ما طبعناش النتيجه؟ the document.get by id text result اتوقع انه نفس التسميه بالضبط. فهون بس اجي اعمل كليك عليك، روح استدعينا الفانكشن اللي اسمه add في الجافا سكريبت. تمام، هذه هي dot add method. اوكي، وهذه الجافا سكريبت كود اوف جافا سكريبت، ما في اي مشكله، روح استدعي لنا اياه. تمام، خلينا نشوف شو المشكله اللي موجوده. طبعا هذا كلياته بيتم تكراره لكل الفانكشنز اللي موجود عندنا بنفس الطريقه، بنفس الطريقة، بس بدنا نغير العمليات الحسابية هذه. بدل هنا مثلا ما يكون جمع، هنا ضرب، هنا طبعا هذا التكرار انت ممكن تختصره بفانكشن تستدعي هذه الفانكشن مشان تقللها زي ما تعلمنا بلغات البرمجة الثانية، لكن كله طبعا بنفس المبدأ. هذه X والY والريزلت اللي موجودة، وبعدين يطبع لنا بالتكست ريزلت اللي موجودة زي ما احنا شفنا بهذه الفانكشن. طبعا انا ممكن اغير هذول باي ذا واي بوتون بوتون بدل سبميت بوتون مشان اضمن انه مثلا احسن، مشان اضمن انه ما يعملش سبميت ينقلنا لصفحه ثانيه. اذا كنت انت حاط مثلا اكشن انا يضل بنفس الصفحه، ممكن احط البوتون على على سبيل المثال. طبعا مش راح يتغير معك شيء، نفس الديزاين، نفس البوتونز الموجود. وهنا كل مره يستدعي لنا الفانكشنز اللي انا بدي اياها، مثلا هنا اد، هنا السب،
اوكي هنا سميته multi اوكي وهنا يا جماعة الخير ايضا سميته div على ما اذكر وهناك اصلا اصلا انت راح تمرر القيمة فيش داعي لل الباراميترز اللي هون لانه اوريدي احنا قرأنا من الفورم اللي موجود عندنا مباشرة بدون ما امرر هذه القيمة وممكن اقرأ من الفورم من خلال ال HTML على سبيل المثال اكتب هذا السكريبت اللي موجود تمام سيف نتأكد انه ما في عندنا اي ايرور هذه الكونسول ما في عندنا اي ايرور من الايرورز الان انا بقدر اعمل عملية حسابية واقوم بتنفيذ العملية الحسابية من خلال استدعاء هذا الفانكشن ولا تنسى انه تستخدم السورس والجافا سكريبت اللي موجود عندنا.